شارك الفريق ركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية في اجتماع الدورة 27 لمجلس وزراء داخلية العرب الذي عقد يوم أمس في الجمهورية التونسية، حيث ترأس الاجتماع السيد نايف القاضي وزير الداخلية بالمملكة الأردنية الهاشمية رئيس الدورة الحالية. هذا وقد ناشد وزراء داخلية العرب عددا من الموضوعات، ناقشوا عددا من الموضوعات الأمنية الهامة، في مقدمتها المقترح الذي تقدمت به وزارة الداخلية البحرينية لتشكيل لجنة أمنية عربية عليا لدراسة وتحليل مختلف العوامل والتحديات التي تهدد الأمن العربي. كما ناقش الاجتماع تنفيذ العديد من خطط المتعلقة بالاستراتيجيات العربية الخاصة بمكافحة الإرهاب والاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة الجريمة المنظمة على الحدود الوطنية والسلامة المرورية والخطة الإعلامية العربية للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، وعددا من الموضوعات ذات الصلة بالتعاون الأمني للتوصل إلى قرارات لتعزيز مسيرة التعاون وتنسيق الجهود وتبادل الخبرات بما يكفل توفير الأمن والاستقرار على المستويات كافة. أيها الأخوة، أود أن أذكر مجلسكم الموقر بأن وزارة الداخلية في مملكة البحرين قد زودت الأمانة العامة بتصور كامل حول المقترح الذي تم تقديمه في اجتماعكم السابق في بيروت بشأن تشكيل لجنة أمنية عليا تنبثق من هذا المجلس لتكون مسؤولة عن دراسة المتطلبات والحاجات الأمنية الملحة في ضوء ما تشهده الساحة العربية من أحداث واتخاذ الإجراءات الاستباقية من قبل الأجهزة الأمنية لمعالجة الظروف المتوقعة والتداعيات الأمنية الناتجة عن الكوارث على اختلاف أشكالها وأسبابها أو تلك الناتجة عن العمليات العسكرية. أما التوجه للاستخدام السلمي للطاقة النووية فهو أمر يدعونا لوضع برامج التوعية المناسبة واتخاذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي تلوث إشعاعي في المنطقة لا قدر الله. أيها الأخوة، إنما تم إنجازه يشكل لنا جميعا الدافع للمضي في مسيرة العمل الأمني العربي المشترك واستكمال كافة الخطط والمشاريع التي من شأنها رفع وتيرة التعاون والتنسيق في مختلف المجالات الأمنية لتعزيز العمل الجماعي. ولتحقيق هذا الهدف فإن وزارة الداخلية بمملكة البحرين تطرح على مجلسكم الموقر مشروع اتفاقية الأمن العربية المشترك بين دول الجامعة العربية لتكون إطارا رسميا يوثق الجهود الأمنية المتواصلة المبذولة من قبل مجلسكم الموقر ومن قبل مختلف الأجهزة والإدارات الأمنية التي تعمل في أمرتكم. أيها الأخوة، إن إيواء المجرمين والمطلوبين أو المنشقين وتوفير الحماية لهم باعتبارهم لاجئين سياسيين يعتبر اليوم أمرا يشكل خطر على الأمن الداخلي للعديد من الدول، حيث أنه في واقع الأمر أعطى شرعية غير معلنة لممارسة التخطيط والتنفيذ للعمليات الإرهابية أو التحريض عليها عن بعد من خلال استخدام مختلف وسائل الاتصال المتيسرة. إن هذا الأمر يتطلب الالتزام بتطبيق قواعد عدل مشتركة تأخذ بعين الاعتبار مصالح الدول وأمنها واستقرارها، فنحن بحاجة إلى معيار عالمي متفق عليه ومطبق من قبل جميع الدول. كما تدرس الوزراء المستجدات والمتغيرات الأمنية المتسارعة إقليميا ودوليا، وأكدوا أن التنسيق والتعاون الأمني الدائم بين الدول الأعضاء ويقظة الأجهزة الأمنية كفيل بعون الله بحماية وتحصين دولهم من إفرازات وتداعيات تلك الأحداث والمتغيرات. واعتمد المجلس التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة خلال عام 2009 وكذلك توصيات الاجتماع المشترك مع جامعة الدول العربية، واعتمد كذلك التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة.